السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ها قد عدنا مرة أخرى إلى حصص التربية المدنية للمستوى الثالث متوسط. في الحصة الماضية كنا تطرقنا إلى المخاطر التي تهدد التراث الوطني ومنه التراث الوطني العالمي، وقد اقترحنا خطة عمل من أجل حماية هذا التراث باتخاذ جملة من الإجراءات على محيط كل واحد منا. وختمنا تلك الوضعية بإدماج جزئي من خلال طرح نماذج للتراث الوطني، ذكرت لكم ضريح يوبا الثاني وكذلك الأمثال الشعبية والفانتازيا. قلنا أن نتم الجدول بما يناسبه من مخاطر التي تهدده وكذلك كيفية حمايته. قبل العروج أو قبل أن نعرج على المخاطر وكيفية حمايته، أتطرق إلى هذا التراث بدءا بضريح يوبا الثاني، أو كما يسميه البعض في منطقته بقبر الرومية. تسمية هذه قبر الرومية تعود إلى ربما الفاتحين العرب لنسبتهم أو لأنهم نسبوه إلى الرومان، وهو الضريح الملكي الموريتاني. تعود فترة بنائه إلى القرن الأول ميلادي في فترة حكم يوبا الثاني، وهذا القبر هو بناه يوبا الثاني كضريحة لزوجته كليوباترا سيليني ابنة الملكة المصرية كليوباترا. هذا الموقع يقع بتيبازا بتحديدا بمنطقة سيدي راشد على ربوة تطل على متيجة وتطل على العاصمة وتطل على البحر المتوسط. الأمثال حكم وأمثال شعبية جزائرية. على سبيل المثال أطرح لكم بعض الأمثال الشعبية المتداولة كثيرا في يومياتنا. مثلا مثل مول تاج ويحتاج، القصد منه أن كل شخص يحتاج حتى وإن كان غني أو ذا نفوذ أو حتى حاكم إلى غير ذلك. المثل الثاني كما يقال اللي فات زمانه ما يطمع في زمان الناس. هذا المثل يطلق أو القصد منه الشخص الكبير لا يقوم بأشياء يقوم بها من هو أصغر من سنه. مثل آخر على سبيل المثال، مول الفول يقول طياب، ويقصد به كل شخص يفتخر بسلعته أو بما يمكن عمله في مجال تخصصه. على سبيل المثال مثال آخر يقول لك جزار وشاتو لفت، ويقصد به الإنسان المقتدر الذي يبخل على نفسه. وهناك الكثير من الأمثال والحكم الشعبية الجزائرية. وكذلك مثال آخر أو مثل آخر متداول يقول لك مات علاش العين على الحاجب، ويقصد به أن الناس مقامات في العلم والمعرفة وفي المكانة المجتمعية. هذه صورة للفانتازيا، ويقصد بها يعني هذه الفروسية أو التي يقوم بها بعض مناطق الوطن. الآن نعود إلى الإدماج. في نظركم ما هي المخاطر التي تهدد ضريح يوبا الثاني أو قبر الرومية كما يسميه البعض؟ بطبيعة الحال التخريب أو السرقة، ربما سرقة بعض الحجارة أو البحث في ذلك المكان عن كنوز دفينة إلى غير ذلك. هذه بعض المخاطر التي تهدده. لحمايته يجب على إدارة تلك المنطقة تقوم بتسييج الموقع وتعيين الحراس وحمايته من اللصوص ومن المخربين. فيما يخص الأمثال الشعبية، بطبيعة الحال ما دام أنها شفهية متداولة في أوساط المجتمع، يعني من مخاطرها هي النسيان. ولحماية هذه الأمثال من النسيان يجب تدوينها وتعليمها للأجيال وللأطفال.
وتدوينها إما في كتب أو على مواقع الإنترنت. وأخيرا الفانتازيا من المخاطر التي تهددها الترك والاندثار، يعني يتركها أناس يتركونها وتندثر بمرور الوقت. لحمايتها إحياء مناسبات إجراء الفانتازيا، وكذلك إنشاء نوادي فروسية، وحتى تدريب الأطفال عليها. هذا فيما يخص حل الإدماج الجزئي. وبما أننا أنهينا الوضعية المشكلة الجزئية الثالثة، نتطرق إلى الإدماج الكلي من المقطع التعلمي الحياة الجماعية. الإدماج الكلي إذن هي عبارة عن أنشطة سياقها: تزخر الجزائر بالعديد من المعالم التاريخية والمحميات الطبيعية العريقة المعترف بها من طرف منظمة اليونسكو، وهذه الثروة تعتبر موردا اقتصاديا هاما للجزائر. أعيد سياق الإدماج الكلي: تزخر الجزائر بالعديد من المعالم التاريخية والمحميات الطبيعية العريقة المعترف بها من طرف منظمة اليونسكو، وهذه الثروة تعتبر موردا اقتصاديا هاما للجزائر. النشاط الأول: اشرح العبارات التالية. اشرح العبارات التالية: لدينا المعالم التاريخية، العبارة الأولى. العبارة الثانية: التراث والمحميات موردان اقتصاديان. أعيد اشرح العبارات التالية: المعالم التاريخية، التراث والمحميات موردان اقتصاديان. ننتقل بكم إلى النشاط الثاني: صنف في الجدول الموالي المحميات حسب موقعها من الجزائر. صنف في الجدول الموالي المحميات حسب موقعها في الجدول الموالي. لدينا المحميات طاسيلي ناجر، محمية بلزمة، محمية لمسان، ومحمية الشريعة، وكذلك محمية القالة، ومحمية الجرجرة، ومحمية الهجار أو بما يسمى بالأهجار. هذا الجدول كما ترونه الآن: المناطق شرق الجزائر، وسط الجزائر وهنا يقصد به الوسط الشمالي من الجزائر، وغرب الجزائر، وأخيرا الجنوب الجزائري. هذا فيما يخص النشاط الثاني. ننتقل بكم إلى النشاط الثالث: حدد في 4 نقاط واجباتك تجاه التراث الوطني. حدد في 4 نقاط واجباتك تجاه التراث الوطني. ننتقل الآن إلى الوضعية الإدماجية. تابعت رفقة أخيك حصة تراث بلادي على القناة الوطنية، فطلب أخوك أن توضح له سر الاهتمام بهذا الموروث أو بهذا التراث، وما علاقته بالهوية الوطنية وكيفية المحافظة عليه وترقيته. وعيد تابعت رفقة أخيك حصة تراث بلادي على القناة الوطنية، فطلب أخوك أن توضح له سر هذا الاهتمام بهذا التراث، وما علاقته بالهوية الوطنية وكيفية المحافظة عليه وترقيته. لديكم السندات: السند الأول سند مكتوب: إن المخلفات المادية للحضارات التي تعاقبت على أرض الجزائر ليست مجرد شواهد حجرية، ولكنها رموز الهوية المتأصلة في أعماق التاريخ. مأخوذة من الكتاب المدرسي صفحة 33. وكذلك لدينا صور متنوعة، صور متنوعة سأعرضها عليكم بعد قليل، وكذلك شريط فيديو وهو مقتطفات من حصة تراث بلادي. أخذت مقتطف أو مقتطفات من حصة التي خصصت إلى من ولاية المعسكر. المطلوب منكم اعتمادا على مكتسباتك وعلى السندات، حرر فقرة من 16 سطرة تجيب فيها عن تساؤلات أخيك. وعيد اعتمادا على مكتسباتك
وعلى السندات حرر فقرة من 16 سطرة تجيب فيها عن تساؤلات أخي. الآن سأعرض عليكم الصور. لدينا الصورة الأولى لرسومات التاسيلي من تاسيل ناجير، وهي من التراث الإنساني الحضاري الإنساني العالمي. الصورة الثانية لدينا صورة مأخوذة من جبال إسكرام بالهوغار، وهي من المحميات الوطنية العالمية المصنفة عالميا. الصورة الثالثة وهي أحد أبواب الموجودة بتيمغاد، والأقواس يعني الأقواس الموجودة بمدينة تيمغاد الأثرية كذلك المصنفة من التراث الوطني العالمي. كذلك لدينا آثار مدينة جميلة بسطيف، وهي كذلك من التراث الوطني العالمي. كذلك لدينا صورة قصر من قصور واد ميزاب، وهو كذلك مصنف ضمن التراث الوطني العالمي. ولدينا ما بقي من قلعة بني حماد، وكذلك هي ضمن التصنيف العالمي. ولدينا أحد أزقة أحياء القصبة، وكذلك في جانب الصورة بعض من التراث المادي كالأواني النحاسية. وكذلك صورة رأيتموها من قبل تعود إلى أهالي القرارة. وكذلك تظاهرة السبيبة بواحد جانيت كما ترونها، وهي من التراث اللامادي المصنف عالميا. وكذلك إمزاد، وهي ما تخرجه من أصوات وأنغام ويشعر عليها رجال التوارك. وأترككم الآن أعزائي التلاميذ مع مشاهدتكم لهذا الشريط الفيديو، وألقاكم فيما بعد. من الآثار القديمة نجد أيضا هذه الحجارة الرومانية بمنطقة بوحنيفية، والتي تدل على تشييد الرومان لمدينة عسكرية في القرن الثاني ميلادي، كانت تسمى بمدينة أكواسيرانسيس، وقد صنفت ضمن قائمة التراث المادي الوطني. كنوز من تراث مادي تعود إلى الفترة العثمانية، فالعثمانيون تفننوا في عمارة المباني والمساجد. من أشهر معالمهم الدينية والحضارية والتاريخية نجد دار القيادة والمحكمة والمسجد الكبير ومسجد. بالأفراح والمناسبات نجد فرقا للأغاني البدوية والفولكلورية، حيث يستحيل أن تغيب هذه الفرق عن عرس يقام بولاية معسكر. أعضاء هذه الفرقة وبهذا اللباس التقليدي وآلات الإيقاع الأصيلة يعبرون عن اقتدائهم وتمسكهم بعادات الأجداد الذين خلفوا وراءهم تراثا شفويا وقصائد شعرية يتغنى بها اليوم أحفادهم. الخصائص الطبيعية لأرض معسكر المتمثلة في هذه السهول الشاسعة ساهمت منذ القدم في تكوين علاقة وطيدة بين الخيول وفرسانها. ترويد الخيول وامتطاؤها والقيام بهذه العروض عادة قديمة وموروث تمتد جذوره إلى قرون خلت. الكبار من جيل اليوم ورثوا عن أسلافهم فن الفانتازيا والفروسية، وتقع على عاتقهم مسؤولية تعليم هذا الموروث الثقافي للأجيال الصاعدة والقادمة. الوزارات حكومة بكاملها، من وزارة التربية ووزارة الصحة إلى آخره، كلهم درسوا هنا وبقيت فترة إلى أن تحطمت هذه الزمالة. ماذا قال لما تحطمت المكتبة؟ ماذا قال؟ وقف عليها لأنه شاهد بأعينه الوثائق والأوراق والكتب ممزقة ومبعثرة هناك وهناك. وقف الأمير عليها وبكى، وبجانبه مصطفى التهامي. ماذا قال؟ الكارثة الكبرى
والخسارة العظمى في إتلاف مكتبتي الغنية بالمخطوطات النادرة والمجلدات الرائعة، حيث مزقها الجهلة وعبثوا بها. هذا الموقع التراثي المادي أعيد ترميمه كليا وحظي باهتمام كبير لما له من قيمة تاريخية ثمينة. أعزائي التلاميذ، بعد أن استمتعتم بمشاهدة تراث حصة تراث بلادي من مقتطفات عن ولاية معسكر ومشاهدتكم لمختلف الصور، نعود إلى التعليمة وهي كالآتي. قلنا اعتمادا على مكتسباتك وعلى السندات المصورة وعلى شريط الفيديو وهو مقتطفات من حصة تراث بلادي، إضافة إلى مكتسباتك تجيب عن تساؤلات أخيك. أعزائي التلاميذ، ما عليكم الآن إلا إيقاف شريط الفيديو ومحاولة الإجابة على هذه الأنشطة ومحاولة كتابة فقرة نموذجية تخص التراث وعلاقته بالهوية الوطنية وكيفية المحافظة عليه وترقيته. إذن أعزائي التلاميذ، بعد أن حاولتم في حل تلك الأنشطة، نلاحظ معكم أو أجيب على تلك الأنشطات. لدينا الحل النشاط الأول، ألا وهو شرح العبارات. العبارة الأولى والتي كما ترونها المعالم التاريخية، ويقصد بها أي إنشاء هندسي معماري يكون شاهدا على حضارة معينة أو تطور منطقة ما أو أحداث تاريخية حدثت في تلك المنطقة. أعيد، المعالم التاريخية هي أي إنشاء هندسي معماري يكون شاهدا على حضارة معينة أو تطور منطقة ما أو ربما حدث تاريخي هام وقع بتلك المنطقة. العبارة الثانية، التراث والمحميات موردان اقتصاديان. ما الدلالة على ذلك؟ من خلال أن كل من التراث والمحميات يتم من خلالهما استقطاب السياحة الأجانب، استقطاب السياحة الأجانب، إضافة إلى مصدر للعملة الصعبة، مصدر للعملة الصعبة. كذلك بمجيء واستقطاب السياح تنشط كثير من المرافق السياحية كالفنادق، النقل والوكالات السياحية والحرف التقليدية إلى آخره. ننتقل بكم الآن إلى حل النشاط الثاني، تصنيف المحميات حسب موقعها في الجزائر. لدينا في الشرق كل من محمية بلزمة وبالتحديد تقع بولاية باتنا، ومحمية القارة التي تقع بولاية الطارف، وبالوسط الشمالي لدينا كل من محمية الشريعة وتقع بالأطلس البوليدي بالبليدة، وكذلك جرجرة والتي تقع ما بين ولايتي تيزي وزو والبويرة. أما بالغرب لدينا محمية تلمسان، وبالجنوب الجزائري لدينا محميتان ألا وهي الطاسيلي ناجر التي تقع بإليزي تحديدا، ومحمية الهجار التي تقع بولاية تمرست. هذا فيما يخص حل النشاط الثاني. أنتقل بكم الآن إلى حل النشاط الثالث، إذن ما هي واجباتنا اتجاه التراث الوطني؟ قلت قبل قليل أو من خلال السؤال، حدد في 4 نقاط واجباتك اتجاه التراث الوطني. إذن من بين واجباتنا اتجاه التراث الوطني، أول شيء ألا وهو الاعتزاز والافتخار بموروث الأجداد، الاعتزاز والافتخار بموروث الأجداد. كذلك حمايته وصيانته لضمان إيصاله للأجيال القادمة، حمايته وصيانته لضمان إيصاله للأجيال القادمة.
كذلك توعية المجتمع بأهمية المحافظة عليه، توعية المجتمع بأهمية المحافظة عليه. كذلك التعريف به بالمشاركة في المعارض سواء على المستوى المحلي أو المستوى الوطني أو حتى إن أتيحت لنا على المستوى الدولي والعالمي. وكذلك بإمكان أي فرد أن يقوم بالتعريف به عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، مواقع الإنترنت إلى غير ذلك. وأخيرا يعني كنقطة خامسة، تطويره وترقيته من خلال دورات تكوينية في عدة مجالات في الحرف التقليدية أو مثلا في مجال الترميم وحتى ربما الممارسة والتدوين إن كان من التراث اللامادي وخاصة الشفهي منه. وأعزائي هنا بعد أن قمنا بحل الأنشطة الثلاث، أترككم للتفرغ لكتابة فقرة النموذجية والتي كثير من التلاميذ وأولياؤهم يعانون في كيفية كتابة فقرة نموذجية. وألقاكم في الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.